سكان حي الكيمو بسينيا من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، مطالبين السلطات الولائية بترحيلهم إلى سكنات لائقة. تحت سقوف هذه الشاليهات والبيوت القصديرية بحي الكيمو الواقع ببلدية السانية ولاية وهران، تعيش أزيد من 400 عائلة في أوضاع مزرية تزداد تفاقما مع حلول فصل الشتاء. فبمجرد تساقط زخات من المطر يتحول الحي إلى بركة كبيرة. أصحاب الكيمو حنايا جزائريين، حنا بواتنا قالوا تحيا الجزائر، ماتوا شهداء مجاهدين جيسكاكو. حنا نداء المسيو شريفي الوالي هذا تاعنا يجي يشوف لنا، يشوف الوضعية كي دايرة. حنا الوضعية مزرية، ما عندنا وما زاد عطينا بالنا، رانا في 4 جوغ بلا ضو، دي زازماتيك دي كريز ابيليبسي، تنرفدوا ولادنا روحوا نباتوا في الخيام جيسكا كون. حنا علاه نقولوا جزائر العزة والكرامة، علاه نقولوها؟ وليس المطر وبرد الشتاء وحدهما من يكدران عيش سكان حي الكيمو، فمادة الأميونت التي تحتويها هذه الشاليهات هي الأخرى تفتك بصحة ساكنيها. ولادنا مرضوا دي زازماتيك دي كريز ابيليبسي، وما زاد عطينا بالله كل خضراء يوعدونا. حنا انا من بين اللي دخلوا على عبد الغني زعلان وزير الدروك. كانت هذه صرخة سكان حي الكيمو الذين يناشدون السلطات العمومية ترحيلهم إلى سكنات لائقة تضمن لهم حق العيش.